اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدم لكم 5 مواقع للربح من التعدين السحابي. هذه المواقع تقدم لك هدايا يمكن تربح من عبر رابط الإحالة والباونتي. يعني انا هذه المواقع جربتهم وسحبت من خلالهم باش نكتشفوهم وباش نحاولوا نسحبوا مرة اخرى من هذه المواقع. سواء اشترك في القناة، تفعيل الجرس، بصلكم كل جديد يخص العمل ورفع الانترنت قناة على مامين. واللي عنده اي استفسارات تسائل يجي متواصل معنا على صفحة رسمية خاصة بينا على مامين على فيسبوك، انستغرام، تيك توك، وقناتنا على التليجرام. الرابط القوة في صندوق الوصف. بالنسبة لكل المواقع اللي باش نتحدثوا عليها في هذا الفيديو تلقاوها في صندوق الوصف، وكذلك في اول تعليق مثبت كنت انا كاتب مقالة على هذه المواقع. الموقع الاول واللي هو تيريكس ديب مينر، الموقع الثاني واللي هو ليجت دوج مينينج، الموقع الثالث واللي هو LTC Auto Mining، أما بالنسبة للموقع الرابع فهو Auto Hash Mining، وآخر موقع LTC Miner. كانت تحب تسجل في هذه المواقع ملي ما عليك إلا اضغط هنا توصل إلى مقالة أخرى تلقى فيها كل التفاصيل، طرق الربح، ثبات سحب، ورابط التسجيل، وفيديو سابق كنا حكينا على هذه المواقع بالتفصيل. نشوفوا الآن الموقع الأول شباب واللي هو تيركس ديب مينر. اذا لم تملك حساب في هذا الموقع ما عليك الا تضغط على open new account. كانك انت بتعطي حال مسجل تضغط على login. ندخل الى حسابي ونشوف اكثر تفاصيل. ككل المواقع تعدين السحابي عندما تفتح حساب باش تلقى جزء من عملة الدوج كوين ولا الليد كوين ولا ترون يمكن تسحبه بطريقة مجانية باش يخليك انك تثق في الموقع وتسحب هذه المبالغ وتوصلك على فوست باي ولا باينانس على حسب الطريقة اللي انت تحب تسحب من خلالها. هما هذا الموقع بالاساس موقع متاع ايداع واستثمارات، لكن ما ننصحكمش انكم تعملوا ايداع في هذه المواقع لان ما نعرفوش وقتاش تقفل. لذلك ننصحكم اشتغلوا عليها بطريقة مجانية، سواء تسحبوا الهدايا، تخدموا باونتي، ولا تستغلوا رابط الاحالة الخاص بكم. في رصيدي الان 5.8 ترون من عملة الدولار يصلك بعملة الترون. هذوما عبر الإحالة فقط، حتى الناس تسجل من خلالك برابط الإحالة من دون ما تعمل إيداع. أنت يوميا تتحصل على جزء من عملة الترون، فعلى قد ما تجيب إحالات على قد ما معناتها يتجمع لك مبلغ وبعد ذلك يمكن تسحبه. نشوفوا الآن الإيرنينج هيستوري، هذا معناتها أرباح الإحالات. هما أرباح صغيرة كما قلنا، لكن يوميا تجيك هذه الأرباح. خلنا نسحبه الآن. نضغط على withdraw funds. كما قلنا اشتغلوا معناتها أنتم كان فتحتوا الحساب الآن اسحبوا المبلغ اللي باش تلقاوه بعملة الترون ولا الليد كوين، ويمكن تشتغلوا على الباونتي ورابط الإحالة فقط، هذوما اللي ننصح بهم. بهذه الطريقة تختار عملة الترون، ننزل لأسفل نخليه المبلغ 5.3، ننتظر شباب 5.3. في هذا المكان نكتب اللي تحب اوكي ولا لأي حاجة، ونضغط على كلمة ريكويست. باش يوصلوني 43.3 من عملة الترون، نضغط على كلمة كونفيرم. لكن هذا الباونتي، الباونتي هو انك تعمل فيديو على الموقع الخاص به ومتروج في الفيسبوك، في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتحصل على مبالغ. ما عليك الا تتواصل معاهم عبر البريد الالكتروني وترسل اثبات كونك انت روجت لهذا الموقع، يقدموا لك ارباح جيدة تجمو تشوفوها. نضغط على كلمة كونفيرم ونشوفوا هل ستصل بطريقة فورية والا ما عليا ننتظر. كما قد تشاهدوا شباب، سحب فوري ومباشر 43.36 من عملة الترون، تلقاوها في الهيستوري في مكان الديبوزيت، معناتها موقع صادق ويدفع الى الان بطريقة مجانية. فقط انت اعرف كيفاش تشتغل في موقع ديب مينر اللي هو اللي كنا نشرحوه مساك شوي. خلينا نمشي، طولنا في الموقع الاول، نمشيو للموقع الثاني الان. الموقع الثاني واللي هو ليجت دوتش مينينج تلقاوه في صندوق الوصف، وكذلك في اول تعليق مثبت في المقالة اللي حكينا عليها منذ قليل. الذي لا يملك حساب يضغط على سين اب ويقوم بالتسجيل. التسجيل سهل وبسيط جدا. الان باش ندخل الى حسابي ونشوفوا اكثر تفاصيل.
نفس الشيء الموقع هذا تلقى عند التسجيل باش تلقى بونس يمكن تسحبه بعملة الليتكوين وما بعملة الدوتش كوين، يقدم لك 1 دولار تعدين سحابي مجاني يوميا، توصل لك الأرباح في البالانس الخاص بك، يمكن تربح عبر رابط الإحالة وكذلك عبر الباونتي. بالنسبة للباونتي أنا جربته ونشرت عليه يعني فيديو، أرسلوا لي $0.5 من عملة الليتكوين. نتفكر موقع حقيقة جربته وسحبت من خلاله، كما غادي نشاهدوا هذا رصيدي $0.5 بعملة الليتكوين و 30 سنت بعملة الدوتش كوين. السحبة الأولى متاع الليتكوين والدوتش كوين بدون حد أدنى للسحب، بعد ذلك يمكن يولي هنالك حد أدنى للسحب. هذا هو الموقع، يعني شبيه بالموقع اللي قلنا عليه مع الفيديو الموقع الأول شباب. نشوف الموقع الثالث الآن، LTC Auto Mining. الذي يملك حساب يضغط على سيني اب ويقوم بالتسجيل. اذا كان عندك حساب في الحال تضغط على لوجين. نفس الشيء يقدم لك 100 جهاز تعدين سحابي مجاني. معناتها بالتعدين السحابي المجاني صعب انك توصل لهذا الادنى وتسحب، كالعادة انك تسحب الهدية اللي قدمها لك هو، يمكن تجيب حالات كذلك تربح والباونتي. هذوما معناتها ننصحكم انكم تشتغلوا فيهم وتجموا وتعملوا ارباح جيدة في صورة ما عرفت كيف تروجوا الى هذا الموقع. وننصحكم كالعادة ما يعني ما تعملوش ايداع في هذه المواقع. هذا المبلغ اللي سحبته انا في السابق 0.18 في رصيد الان $2.14. نشوفوا الويذدرو فاوند عملة الليتكوين وعملة الدوتش كوين. حبيت نسحب هذا المبلغ $2، لكن الحد الادنى نتصور مرتفع قليلا، فبالتالي كما قلنا هز الهدية وحاول انك تعمل باونتي، معناتها انك تروج الموقع في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيك، ويعني ما هذوما اللي تشتغلوا عليهم. ونصحكم كالعادة ما تعملوش ايداع في هذه المواقع مرة اخرى. قاعد نكرر في روحي شباب الفايدة، هذوما المواقع اللي قلنا عليهم حاولوا استغلوهم اذا كان ما ماكش مسجل فيهم بطبيعة الحال. نشوفوا احنا الليتكوين، نضغط على اوكي على ما اظن، مش يقول لي هنالك حد ادنى للسحب. به الحد الادنى للسحب هو $3، لكن انت عندما تسجل تلقى الهدية يمكن تسحبها بدون حد ادنى للسحب، بعد يمكن يرفعوا في حد الادنى. شوفوا الان الموقع الرابع واللي هو اوتو هاش مينينج. التسجيل بالسيني اب واللوجين انك تفتح حسابك اذا كان عندك حساب بعد الحال. هذوما كيما قاعدين تشاهدوا مثل المواقع السابقة اللي حكينا عليها في هذا الفيديو، هنالك هدية ويمكن تربح عبر رفض الإحالة والباونتي. اللي سحبته في السابق $1.33، البالانس الآن 1.7. هذا اللايف مينينج، هذا اللاست ويذرو سحبنا ما عندناش برشا. نشوفوا ما يمكن أن نسحب من هذا الموقع، نعم أم لا. نضغط على كلمة ويذرو، اخترنا البيتكوين في رصيدي 1.6 ونضغط على ريكويست. نتصور ثم حد أدنى للسحب، معناتها الحد أدنى للسحب هو $5. ما تجم تصلوا له من لما تعمل ايداع وغيره، معناتها لذلك ما ننصحش انكم تعملوا ايداع. نشوفوا الليتكوين تجم تسحب نعم ام لا. اخترنا الليتكوين ونضغط على ريكويست، عندنا $0.12 فقط والليتكوين تجم تسحب، معناتها بدون حد ادنى للسحب. يوصلونا 138,000 ليتوشي من عملة الليتكوين. نضغط على كلمة confirm على ما ظن الليتكوين تجمعه عندما تجلب إحالات، حتى لم يعملوا إيداع واستثمار في هذا الموقع أنت تتحسن. أما بالنسبة للموقع الخامس فهو LTC Miner، موقع قديم جدا فيه النسخة المدفوعة والنسخة مجانية. تسجيل كما قاعدين نشوفوا، اسم الباسورد والبريد الإلكتروني، تضغط على كلمة sign up وتفعل الحساب. كما قلنا النسخة المجانية، أو يقول لك تربح 0.05 من عملة الليتكوين، لكن تقدر تسحب إلا 20,000 ليتوشي، 25,000 ليتوشي ماكسيموم يوميا، وتجي فترة النسخة المجانية تنتهي
وتو نحكيو عليه بالتفصيل في فيديوهات قادمة، لكن يدفع بعملة الليتكوين بطريقة مجانية. وأنا شخصيا ما جربت، عملت إيداع واستثمرت في هذه المواقع فقط. هذو من 5 مواقع اللي حكينا عليهم. كان لقينا موقع شبيه بهذم ويمكن بطريقة مجانية تسحب، يمكن نحكيو عليهم في فيديوهات قادمة. نلتقي إن شاء الله في مواقع ومجالات جديدة للعمل وربح الإنترنت. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.